السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من الموجز الرياضية. حققت مملكة البحرين ممثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة بمدينة مومباي الهندية. التفاصيل مع زميل حازم الشيخ. عام جديد يستقبله الفريق بإنجاز فريد، فقد توجت البحرين على الأراضي الهندية في ثالث مشاركة خارجية لتثبت رياضة الفنون القتالية بأنها أصبحت أكثر قوة ومثالية. فمن متابعة غير عادية صنع خالد بن حمد بدعمه واهتمامه لحظات تاريخية، فقد تمكنت البحرين من حصد 5 مراكز وتصدر الترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة. سيطر الفريق على فئة 57 كيلوغرام بعد أن وصل 3 مقاتلين إلى الأدوار النهائية، وأصبح القرار بيد الجهاز الفني الذي أجرى قرعة من بينهم. فقد حصل المقاتل حسين عياد على المركز الأول، والمقاتل فهد عبد الرزاق على المركز الثاني، والمقاتل حسن عياد على المركز الثالث. الحمد لله، يعني كل هاي اللي صار بفضل سمو الشيخ خالد وفضل المدربين كابتن رضا، رينات، هلدار، وكل الشباب اللي وياي ساعدوني في الفريق، واهلي اللي ساندوني، واهلي يعني مو اهلي اللي بس بيتنا، احنا اهلي اقصد اهل البحرين كلها. فالحمد لله انا اهلي هالفوز حق كل البحرين وحق كل الناس اللي ساعدوني ويتمنون لي الخير. الحمد لله، يعني انا غلبت فايتات كلها من الراند الاول، الحمد لله كلها توفيق من ربي، وحسين طلع الاول، يعني احنا 3 فزنا في نفس الوزن. الحمد لله احس ان ادينا اداء زين بالنسبه للفريق وبالنسبه لي بشكل خاص، يعني كتجربه استفدت منها واجد، زدت الريكورد مالي 3 فوز الحمد لله. المقاتل عبد الله سينا خطف هو الاخر المركز الاول في فئه 61 كيلوغرام بعد ان استطاع ان يعبر من 5 نزالات وصولا الى النهائي ليحقق انجازه الاول مع الفريق. اهدائي اولا سمو الشيخ خالد اللي مو موجود معانا الحين، بس الدعم ما يوقف من البحرين، وحق الفريق حق HK حق البحرين بشكل عام، وحق الاهل كلهم قاعدين في البيت. علي إبراهيمي تمكن أن يعبر من 4 نزالات لتحقيق المركز الأول على فئة 77 كيلوغرام ليحقق هو الآخر إنجازه الأول مع الفريق في 3 مشاركاته. أول شيء حبيت أهدي الفوز حق سمو الشيخ خالد بن حمد، ونشكره على كل السبورت والدعم، ولولا الشيخ ما وصلنا لهالمستوى ولهالمرحلة. الحمد لله الفارق كان نسبيا كان اقوى فايت، حاولت اقف وياه شوي، شفت انه لا في الستاند اب اطول مني، عند طول اليد شوي يعني كنت متوهق اياه، فرحت لعبت اياه تحت الحمد لله، وقدرت اخرتها اخلص الفايت بحركه الاخضاع المثلث والحمد لله. محمد الملا وعيسى العميري لم يوفقا في العبور من الدور الثاني، فقد تمكن محمد الملا من الفوز في نزال واحد، أما عيسى العميري فتمكن من الفوز في نزالين لكنه لم يوفق في النزال الثالث بالنقاط. والله البطولة كانت بالنسبة لي بصراحة يعني كانت ممتازة جدا، كانت يعني محاولة جيدة من يعني ان نشارك في البطولة دي ونطلع يعني بنتائج الشرف. حبيت اشكر سمو الشيخ خالد على دعم لنا ومشاركة لنا، ولولا يعني كان ما جينا هنا وصلنا ورفعنا اسم مملكة البحرين. وحبيت ان الفريق كامل سواء كان الفايز او الخاسر، يعني احنا نطلع باسم الفريق يعني. والى منافسة من نوع اخر، حيث شهد ختام الاكسبو منافسة قوية بين المعارض التي حرصت على ارضاء الجماهير العاشقة والمحبة للرياضات القتالية ورياضة كمال الأجسام بحضور نجوم العالم الرياضية والسينمائية، لتنجح الهند في وضع بصمة في أذهان من زار المعرض. بتصدر مملكة البحرين الترتيب العام تنتهي حكاية بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة، وتبدأ حكاية إنجازات جديدة
يسعى من خلالها فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة لتحقيق إنجازات جديدة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة مومباي الهندية. حقق فريق النصر فوزا صعبا على حساب منافسه لبسيتين، وذلك ضمن اللقاء الذي أقيم في ختام الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة، حيث أنهى فريق النصر المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي لقاء آخر تغلب فريق النجمة على المحرق بثلاثة أشواط مقابل شوطين.